الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من برنامج اسأل ولا حرج لتواصل معنا لتفاعل مع المواضيع التي نتطرق لها في كل حلقة للتفاعل مع المواضيع أيضا لاقتراحها للاستفسار لطرح الأسئلة للاسترشاد العنوان الإلكتروني لموضوع لدمتكم هو اسأل اتريزا تيفي نقطة ان، حاضر معنا للتقديم الإضافة في موضوع اليوم الدكتور إبراهيم الشيبي السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم ومرحبا بكل من اختار مرافقتنا على الوطنية الثانية في برنامج اسأل ولا حرج. من المواضيع اللي سبقنا قدمنا لها في العديد من الحلقات من خلال اشارات معينه وهو موضوع مرتبط طبعا وبالضروره بكافه المواضيع اللي تطرقنا لها نظرا لان الاسلام خاصه في الحقوق والواجبات لا يفرق بين امراه ورجل هو الاكيد انكم فهمتوا موضوع المراه في الاسلام باش نحاولوا دكتور نطرقوا لهذا الموضوع من خلال أولا تقديم وضعية المرأة قبل الإسلام في الجاهلية ثم المكاسب وما حقق لها الإسلام من يعني مكاسب غير مسبوقة بالاستشهاد من الكتاب والسنة بشواهد معلومة وبإضافات طبعا دكتور تناقشها ونحاول نسلط عليها الأضواء في هذه الحلقة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه الإسلام يعني جاء رحمة للبشرية نعم. في الجماعة. نعم. ولم يوجد في الإسلام يعني تفريق أو تمييز عنصري أو جنسي أو قبلي أو مهما كان هذا التمييز لأن نعم. الإسلام جعل كل الناس لآدم وآدم من تراب نعم. وقال الناس السواسية كأسنان المشط صلى, صلى الله عليه وسلم يعني ليس هناك فضل لأحد على أحد ليس هناك فضل لأعربي على أعجمي ولا لأ يعني أسود على أبيض ولا لأحمر على أصفر إلا بالتقوى نعم. فميزان التقوى وهو الميزان الذي يحتكم إليه في تقييم أعمال الإنسان وإنسانية الإنسان كله لا يتجزأ ثم أن الله سبحانه وتعالى خلق البشرية من نفس واحدة خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يعني رب سبحانه وتعالى خلق الناس كلها من نفس هي نفس بشرية واحدة في ادم ثم بث منها حواء ثم يعني بث منهم رجالا كثيرا ونساء كثرا فهذا التقديم العام يدل على ان الله سبحانه وتعالى لا يميز بين هذا وذاك الا بميزان التقوى وميزان العمل الصالح فالعمل الصالح او العمل السيء هو الذي يعني اما في المفاضله يكون العمل الصالح واما في العقوبه يكون العمل السيء لا تمييز بين هذا وذاك، ولذلك عندما جاء الاسلام كانت وضعيه المراه وضعيه يعني اهانه واحتقار وازدراء لا نظير له، بل بلغ جبروت طغاة الجاهليه انهم يقتلون الانثى نعم. وأدا وهي وهي يدفنونها حية يدفنونها حية, نعم. يدفنون حية وهذا شر انواع القتل ان نعم. الانسان يعني يدفن حيا يعني يرى مدفنه وهو في في قائم حياته وهذه كلها من ترهات الجاهليه نعم. الذين كانوا يعني لا يستبشرون بقدوم الاناث ويعتبرون المرأة عارا ولا يرون فيها فخرا. وهذا دكتور وانت تعلم ليس من مميزات الجاهليه فقط بل على المستوى العالمي الامم والشعوب التي كانت يعني قائمة اجتماعيا في ذلك العهد في أوائل القرن السابع ميلادي عند بعثة الرسول عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم لم تكن يعني تميز المرأة أو تفردها أو تمنحها أي حق من الحقوق بل تعتبرها كل الشعوب مش كان قريش في الجاهلية تعتبرها يعني من المتاع باش ما نقولوش يعني عبارة أخرى ربما تكون أكثر إيلاما ولا أكثر حدة في في الوصف هو كل الشعوب يعني وكل الامم كانت لها هذه النظره القاسيه نعم الدونيه تحدثنا الدونيه نعم ف ونحن تحدثنا عن المجتمع الجاهلي وكيف جاء الاسلام ثوره على هذه التقاليد الباليه نعم وكانت حتى في الكنيسه عقد مؤتمر لدراسه هل المراه انسان ام لا وعقد مؤتمر اخر لتداول هل يسمح لها بالضحك ام لا؟ نعم. وهذه كلها جاءت نتيجه يعني احتقار الاسلامتاس. للمراه نعم. وهو يعني احتقار المغلوط فجاء الاسلام وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. واكرم المراه ايما اكرام فكانت المراه يعني متاعا يورث فاصبحت ترث واصبحت المراه ترث يعني نصيبا لا باس به من الميراث واحيانا يكون نصيبها اكثر اذا كانت في وضعيه اخرى نعم ركزوا على هالنقطه هناك الكثير ممن يتساءل او يجادل حول الايه الكريمه للذكر مثل حظ الانثيين نعاود نقول لهم بسط كما دابنا في البرنامج الانثى عندما ترث خلينا نستعملوا يعني عبارات اجتماعيه وشعبيه من الدوله الاف المليارات ليس لزوجها وقرينها الحق في ان يمس مليما واحدا من ذلك الميراث والرجل حين يرث دينارا واحدا فان لزوجته وقرينته وابنائه عليه حقا في ذلك الميراث وان كان ضئيلا دكتور وهذا يبين المكانه الكبيره التي اعطاها الاسلام بل انها ترث اكثر من الرجل في عده مواضع معناها في علم المواريث هو ليس لهم فيه حق وانما هو مطالب مطالب بالانفاق هذا هو هذا أنا. هو يمون إذا كان يعني هذه من بين الشبهات نعم. دائما أي. التي اخر كون الاسلام لم ينصف المراه في قضيه الميراث, الميراث. وهذه يعني شبهة واهية وفندها أهل الاختصاص طبعا. من علماء الفرائض الشرعية وعلماء المواريث نعم. وثبت أن الله سبحانه وتعالى عندما يقول يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين أن إذا كان مثلا الرجل الابن ورث من والده مثلا ترك تريك نعم. فورث 150 150 مليون مثلا نعم. فهذا الرجل الابن سوف ياخذ 100 والفتاه سوف تاخذ 50. الخمسين هذا هذه الفتاه سوف تخطب نعم. وسوف تطلب مهرا نعم. وتاخذ مهرا وسوف تنتقل الى بيت زوجها وسوف ينفق عليها زوجها ولا يحل ولا يحل لزوجها ان يكرهها على النفقه نعم. الا ما كان من مكارم الاخلاق نعم. ولو كانت من اثر لا يحل أش... له ان يمس من ليما من ذلك الميراث لا ليس من من حقه الا عن طيب خاطر نعم. وعن هذا هو هذا هو. عن طيب نفس نعم. وهذا بالنسبة للأمر الأول الأمر الآخر أن بينما الرجل, الرجل المطالب بالأنفاق أولا يدفع مهرا عندما نعم يتزوج نعم. وهو الذي سيأتي بامرأة نعم. وسوف ينفق عليها وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف نعم. فهو يعني مطالب بالأنفاق عليها وعلى, وعلى عيالها هذا ما دامت في دمتي. في نعم. ثم هناك وضعيات اخرى مثل الاب والام عندما يرثون السدس نعم. فهذا الاب والام يرثون الاثنين سدس نعم. وجد وجده نفس المساواه هنا في الميراث بين المراه والرجل في عده مواضع في عده نعم. مواضع هناك اذا ماتت امراه مثلا ولها شقيقه آه لام ترث آه اكثر من الشقيقين نعم. الذكور نعم. اذا كانوا اذا كانت لها يعني ابناء فهذه كلها وضعيات كثيره نعم. من آه وجب التوضيح والتنويه هنا في يخص الميراث احنا قلنا نعم. المراه كانت تورث كالمتاع حتى في في بعض عند حتى في الحضارات الاخرى الحضارات الاخرى في الحضارات الفرعونيه وشيء كان نعم. بعض الملوك عندما يموت تقتل نساءه وتذبح وتدفن معه يعني نعم. وكانها قرابين نعم. يعني فلا لا, لا مجال لها الحياه بعد زوجها نعم. لكن جاء الاسلام وكانت المراه يعني تحتد يعني عاما كاملا ف الاسلام تحتد وتعتد يعني هذا الحداد والعدد, والعدد, والعدد نعم. واضح واضح. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تعتد على رجل فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحتد تعتد أربعة أشهر وعشرة. العدة لأسباب بيولوجية لعل حامل منه باش توضح نعم. المسألة هكا ولا أسباب بيولوجية ولا أسباب زادة نفسية وعاطفية حتى لي أولا لبراءة الرحم في صحيح. ذلك الزمن لأن ما كانش يكون ما معروف ثم إلى الآن هناك الحامض النووي بالبصمة نعم. الوراثية ذاك يبقى في لديه. الرحم نعم حتى بعد 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 ذلك نعم وهذا ما أثبته العلم وهذا نعم. من الإعجاز العلمي اللي يعني جاء به الإسلام من قبل 14 قرن. ثم ان كانوا في القديم المراه اذا مات زوجها تكون تذهب الى مكان يعني كوخ او هكذا او شيء وتبقى فيه يعني وتقوم ببعض الطقوس ال 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 يعني المقرفه نعم. و فجاء الاسلام ومنع من ذلك يعني الصحابيات سمعنا الرسول صلى الله عليه وسلم فوق المنبر لا يحل للمرأة أن تؤمن بالله اليوم الآخر أن تحتد فوق ثلاث نعم. يعني في الحداد لا يكون أكثر من ثلاثة أيام سواء كان عن أب أو عن أخ أو عن ابن أو شيء إلا على الزوج فهذه مدة العدة الشرعية ثم هناك عدة الطلاق اللي هي ثلاثة قروء نعم. ثلاثة شهور نعم ثم جعل هذا اللي اللي يعني جعل وحتى جاءت واحدة الرسول صلى الله عليه وسلم قالت له يعني رأي يعني بنتي عين وكانت مريضة ومش تعمل كحل يعني خاطر وزوجها مازال قال قالها الرسول صلى الله عليه وسلم كنتم في الجاهلية تبقوا عام كامل وأنا إحدى كنا لا ترمي بالبعر يأخذ بعرة ترمي بها بعد يعني. مرور ذلك السنة لا تغير ملابسها ولا تغتسل ولا ولا كذا فيعني آه وقال يعني انتم كنتم في الجاهليه بهذا الوضع نعم. فجاء الاسلام وخفف من هذه العده واباح المراه ان تخرج في هذه العده اذا كانت هناك ضروره نعم. للتداوي او للعمل او شيء نعم. حتى في عده الطلاق اباحه الرسول صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. لاحدى النساء عندما سالته قالت يعني منعت من الخروج والنخل بتاعي باش يهمل وباش يضيع نعم. نعم يولي صيص ما قال لها يعني اذهبي فابري نخلك يعني لعلك تتصدقي او تصنعي معروفا تصدقي وهنا به. يعني حكمه اخرى اباحه المجال للعمل للمراه في, نعم. في الاسلام دكتور. الاسلام اباح العمل للمراه ومشاركه الرجال في العمل نعم. بل شاركت المراه في, في ما هو اكثر من ذلك في الحروب في الحروب والغزوات نعم. نعم. يعني ام سليم وسيدة عائشة كانتا في غزوة أحد بشمارتين ويعني يحملن الماء يعني القرب بتاع الماء نعم. ويضعونه في أفواه الجرحى يعني يقوموا الجرح كما نقولوا تو الإسعافات الأولية نعم. و... في العديد من الغزوات والحروب نعم. العديد من الصحابيات لا يتسع المجال نعم. لذكرهن الآن العديد منهن شاركنا نعم. في ذلك ن... نسيبة نعم. بنت كعب الأنصارية عم. أم عمارة الرسول صلى, صلى الله عليه وسلم قال والله إن لما قاموا خير من مقام فلان وفلان من المقاتلين نعم قال يعني كنت التفت يمينا وشمالا اجدها بجنبي كانت تقوم بدور يعني الحارس الشخصي نعم. للرسول صلى الله عليه وسلم كما الجارد كور يعني حيث حيث هذا هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم معناها يعني نعم. حي... حيث... هذا... في, نعم. يعني في كانت صحابيه اوائل يعني... القرن السابع ميلادي هذا هذا دورها نعم. ليس دل... الاسلام لم ياتي بوضع المراه في السجون والاقفاص نعم. وخلف نعم. الجدران السميكه كما يدعي العديد كما يدعي دكتور. العديد لا الاسلام يعني هناك خيط رفيع بين ذلك الاسلام يعني يميز بين العمل الشريف والضوابط في نعم. الاختلاط المشروع نعم. له هو ضوابط لا يقال ان المراه لا تتعاون مع الرجل وتتعاون على البر والتقوى والمعروف وليس بتهتك نعم. وليس ولا تخضعنا فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وما نعم. اكثر الذين في قلوبهم مرض نعم. في مجتمعاتنا الحاليه سواء نعم. كانت معناها من المسلمه ولا غير المسلمه نعم. فهذا يعني هذا هو الذي منعه الاسلام اما نعم. ان تشارك يعني المراه يعني فكانت نعم. يعني ثم تدافع حتى عن عن نفسها وتقوم بمثل هذه الامور هذا دليلك على كونه بل وتجادل امراء المؤمنين والخلفاء أي... والرسول صلى الله عليه وسلم هناك من الايات الوارده في القران ترقوا بعض الايات المساواه عندما يتنزل في الذكر الحكيم القانتون والقانتات والمؤمنون والمؤمنات والم... وما الى ذلك وص... نعم نعم يعني مساواه لكن كانت قد سمع الله قول التي تجادلك رسول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم هذا يعني عالبها. اصدق مثل ما تنجموش نضربوا مثل نعم. ما اكثر منه فهل... وكان ذكرنا به دكتور نعم هذا هذا مثل خولة بنت ثعلبة التي كانت يعني تحاور الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. وتشتكي وتشتكيه زوجها وكذا والله يسمع تحاوركم يعني الله سبحانه وتعالى يسمع هذا الحوار وسجله في القرآن هذه كون المرأة كانت يعني آه تباشر مثل هذه الأمور نعم. ولا تتحرج في أن تقصد القاضي وأن تقصد المفتي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عليه وسلم. له دور القاضي يحسن الناس كان له دور المفتي نعم. الذي يستفتيه النساء على الامور المتعلقه بفقه المراه فحتى السيدة عائشة اثنت على نساء نعم. الانصار نعم خير قالت نعم, نعم. نساء, نساء, نعم. الأنصار. نساء, نساء الانصار نساء لم يمنعهن الحياة من ان يتفقهن في الدين, في الدين. هذا هو. فكنا يسالنا الرسول صلى الله عليه وسلم على ما يعني من امور ما يعتريهن نعم. معنا حتى الامور المحرجة وكذا كانوا لا ي... ليست هناك امور محرجة نعم ما الذي يعتقده البعض الاحراج هو عندما تكون و... إسف... اسفاف اسفاف وابتذال نعم وبذاءة يعني و... وانحطاط وصدق وخلاعة. وخلاعة. وخلاعة هذا كله الاسفاف اما بالنسبة اذا كان امراة تسال على الحيض او على استحاضة أو تسعى على الحمل أو على الجنابة أو على العلاقات بينها وبين زوجها يعني هذا كله ليس من نعم. لأن البعض يعني قد يعني يقيم الدنيا ولا يقعد إذا جاء سؤال من, من هذا القبيل ولكن لا 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 ينبس ببنت شفاه على ما يذاع على المرأة او نعم الجميع نعم من كلام هابط وغيرها من الامور التي يعني لا تليق صحيح ولكن لسنا نحن اشد حياء من الرسول صلى الله عليه وسلم سلم الذي كان اشد حياء من العذراء في خضرها صلى الله عليه وسلم, صحيح صحيح وسلم صحيح ومع ذلك هذا حياء باهت وتورع باهت الذي يدعيه البعض عندما في, في الاستفتاء نعم فالاستفتاء اللي طلب الفتوى الشرعيه اللي طلب المعلومه يعني يقال اسال على دينك حتى يقولوا مهبول في نعم المثل نعم الشعبي نعم في تونس نعم برنامج برنامج ولا حرج وهذا النسوة كنا يسالنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من باب طلب العلم دكتور من باب طلب العلم ومن باب زاد الامور الشخصية اللي تهمها صح صح حكينا صح على الميراث بدينا بالموضوع لان المرأة كانت تورث في هذا الم... و... الموضوع نعم زاد وحكينا على خروج المرأة للعمل وحتى للقتال والان نحكي على طلب المرأة للعلم وحث الاسلام على ذلك حيث ساوى في فرض طلب طلب العلم بين الرجال والنساء لم يفرق في أي موضع معنا النساء كن يطلبنا العلم من الرسول صلى الله, صلى, صلى الله عليه وسلم وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بل مرضهمش الأمر أي. قالوا له يا رسول الله قد غلبنا عليك الرجال مه. قالوا غلبنا عليك الرجال يعني رجال استاثروا بك واخذوا اكثر نصيب منه أكثر حظ من من نعم. المجالس ومن الجلوس معك ومن الاخذ والنهل من من علمك نعم. ومن نريد ان نتعلم ديننا يعني فخصص لنا يوما نعم. يعني نلتقيك فيه تحب أي. نهار خاص بنا يعني عندنا امورنا وعندنا أسئلتنا وعندنا مشاغلنا فخصهم الرسول صلى... صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم شوف يوم... هالصوره معناها كانك تحكي مم. على مجتمع معناها حداثي راقي متقدم من ما يدعى انه كذلك اليوم معناها شوف مم. في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قداش كانت الامور متقدمه وقداش كانت الامور معناها متطوره وقداش كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني واسع الافق وقداش كان يساوي بين كل مسلم ومسلمة لا يفرق بين آه هذا وهذا على أساس الجنس يعني جنس ذكر أو أنثى آه هن كانت لهن الشجاعة في نعم طلب ذلك نعم وحتى في بعض كتب الفقه يعني نعلم أن صلاة العيد الأصل فيها خطبة واحدة مش خطبتان يعني صحيح؟ كان خطبة ويجلس ويقوم للخطبة الثانية نعم. هي خطبة واحدة ولكن في الم بعد الخطبة ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم الخطبة الأولى وبعد أنها الخطبة ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النساء فخصهن بموعظة نعم. لأن يعني خص موعظة خاصة بالنساء وأمرهن بالصدقة وكانت نسوة تنزع خواتمهن وأسوارهن وحليهن وتضعه في حجر بلال. نعم. رضي الله عنه فهذا يعني حتى بعض أهل الفقه قال أن الأصل في خطبة العيد هي خطبة واحدة نعم. وأن الخطبة الثانية كانت خاصة هذا بالنساء. هذا من من باب تكريم الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء. نعم. ولنا في هذا ايضا عديد الشواهد والادله الرسول نعم. صلى الله عليه وسلم عديد الاحاديث رفقا بالقوارير وما اكرمهن الا كريم وكان ذكرنا بهم نعم. دكتور الرسول صلى الله عليه وسلم حتى عند استحضاره في اخر لحظات وفاته يعني كان يوصي بالنساء خيرا نعم. استوصوا استوصوا بالنساء خيرا نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم تقول السيدة عائشه مات بين سحري ونحن يعني مات يعني في حجر سيد عائشه صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. <applause> فهذه المراه يعني الام والمراه الزوجه والمراه نعم. البنت يعني والمراه الأخرى والم... هذه يعني لا يلغيها عاقل بالعكس الرسول كان شديد المحبه لازواجه ولبناته و يعني نساء المسلمين عموما يعني كان معناها علاقته بهم شديده الموده خلينا نقول وطيده جدا معناها <applause> بالعكس ما, ما ما يظهر ويتبين او ما يخيل عفوا للبعض معناها. لا الرسول صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. يعني هذه علاقاته مع نسائه كان نعم الزوج نعم. وكان يعني حليما ودودا متسامحا يعني مداعبا ملاطفا نعم. عندما سألوا السيده عائشة عن الرسول صلى الله عليه وسلم الله. قالت كان حاله في بيته ضاحكا بساما نعم. فكانت صيغه, صيغة ضاحكا وصيغه بسام صيغه فعال هذه في اللغة العرب للمبالغه وكثره الشيء نعم. فرق بين تقول انسان يعني باسم باسم فرق بين تقول انسان بسام نعم. يعني مبالغه فهذا حاله في بيت كان خير الناس لأهله نعم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي نعم. وهذا ما ما حتى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللقمة تضعها في في زوجتك صدقة صبت. يعني اللقمة عندما تضعها في فم زوجتك هذه بيدك معناها نعم في فم زوجتك هذه تعتبر لك فيها أجر نعم. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم مع نسائه الأحياء منهن والأموات حتى السيدة خديجة كان يعني بعد وفاتها يثني عليها خيرا نعم. ويعني يدافع عنها ولم يتر حتى السيده عائشه أن تنال منها والرسول صلى الله عليه وسلم هذا مع معاملاته مع المراه وهذا يستمد من كتاب الله عز وجل خلينا نذكر نعم. بعض الشواهد من كتاب الله, الكتاب الله, الله وتعالى الحكيم يعني حث على الاحسان الى الوالدين نعم. وحث حث ذكر الام حملته امه كرها ووضعته نعم. فهذا يعني قيمه الام المراه هي الام نعم. يعني نقول المراه نصف المجتمع والمراه هي المجتمع كله لان هي التي تنجب نصف المجتمع وهي التي تسهر على رعايه النصف الثاني من المجتمع نعم. فالرجال يعني يعني تربى تربيها النساء ويعني تنهل من منها المعين الصافي منذ نعم. الطفوله نعم. فكما يقول علماء النفس وفرويد وغيرهم يقولوا الطفل ابو الرجل نعم. يعني الرجل الذي تراه اليوم هو مراه تعكس نسبه كبيره من طفولته صحيح. وهذه الطفوله وهذه المرحله الاولى ياخذها من امه صحيح. المرحله الاولى يعني ياخذها من من امه لذلك الاسلام الام اعطاها المراه قيمه اكثر وحكم لها حتى في الحضانه نعم. وفي الأو... نعم. حتى غير مسلم نعم يتبادر للذهن ال... هذا تشريع مهم جدا سبق به الاسلام التشريعات الوضعيه الحديثه ذك... الذك... ما نركز عليه دكتور هذا اعطى الاسلام صحيح. الحضانه الاحضان للمرأة المراه حتى وان لم تكن مسلمه حتى وان لم تكن مسلمه لأن مهم جدا هذا العاطفه والدفاقه التي جعلها الله وغرسها في في المراه لا علاقه لها بالدين نعم. لا علاقه لها بالدين هي تحب ابنها صحيح. م م مسلمه غير مسلمه هذا لا يؤثر في في ما تعلقها ب بوليدها حتى الذي جاءت تختصم الى الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه لي في وسلم. ابنها قالت يعني كان يعني ثدي له سقاء ويعني بطني له حواء وحجر له يعني وعاء وحواء وبطن له وعاء يعني هذا كيفاش يعني نسلم في ابني فحكم لها الرسول صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. حتى سيدنا ابو بكر الصديق في احدى احدى يعني مطلقات سيدنا عمر بن الخطاب حكم للمراه بان هي ترعى ابنها وان تحضنه هذا يعني قيمه كبيره جدا في وعلى ذكر التشريعات العظيمه السابقه لاوان هذه اللي بها الاسلام يحضرنا هنا ايضا مثال ضربناه عديد المرات في اسال ولا حرج التغطيه الاجتماعيه بالعباره الحديثه معناها دكتور اللي خصصها سيدنا عمر لل لل للأمهات للوالدات نعم للأطفال إذا كان الإنسان عنده طفل يعني لم يبلغ الفطام بعد يعني لا زال رضيعا يعني يأخذ مبلغ من بيت مال المسلمين نعم. حتى يعني يساعد أمه عليه ثم بعد ذلك عندما جاءت امرأة بالصبي وفي يده كسرة خبز والصبي مازال ما يكلش الماكلة يعني مازال يحب يرضع وهو يبكي وبكاء حارا وبكاء مرا فقال لها عمر خطاب ما ابني قتل ورانا نفطم فيه قبل وقت حتى ناخذ منحه حتى ناخذ منحه نعم. لان عمر لا يعطينا المنحه الا ولا تدري ان مخاطبها هو فأمر. عمر, بخطاب فقال يعني كم قتلت من ابناء المسلمين يا عمر وامر يعني بهذا آه هذا الدعم وهذا يعني التغطيه هذه لكل يعني مولود في في الاسلام نعم منذ الولاده يعني نعم هذه لمساعده الام فالاسلام يعني جعل مكانه كبيره للمراه الام نعم. فالمراه الام هي التي يعني آه تسقط جهاد يعني إذا كان الجهاد فرض كفاية فجاء واحد للرسول صلى الله عليه وسلم قال له صلح. أريد أن أذهب إلى الجهاد قال لك أم قال قال نعم قال الزمها فأن الجنة عند قدميها فجنة يعني تحت أقدام الأمهات نعم. وجنة تحت سقال الأمهات هذا هو المقصود به المقصود كان كرام الأم وبر الوالدة له قيمة نعم. يعني ثم بعد كان في القديم زاد إسقاط قرابة الأم بمعنى بمعنى قبل, قبل الاسلام هذا شو كيفاش كانت المساله دكتور؟ المساله كانت كون اقارب الام ما عندهمش قيمه في الدار اي كان كان اقارب البابا يعني الاعمام والعمات عائله الام ما عندها حتى قيمه لا يقال هذا الجد لا الخاله لا ولا الجد نتاع الام نعم ولا شيء لا يقال لا لي ليس لهم وزن نعم. فعندما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم صلى احدهم عليه وسلم قال له يا رسول الله لقد اذنبت فهل لي من توبه نحب نعمل قال لك ام قال لا امي ماتت قال هل لك خاله قال نعم قال برها فانا يعني نقول الخاله بمنزله الام. بمنزله الام نعم. فهذا الاسلام يعني جاء لان ما كانت الام ما كانتش يعني عظيمه. ما كانت المراه ما كانتش موجوده بكل معناها في المجتمع الجايه. من باب اولى كون اقاربها والاخوال والخالات نعم. كذا ما كانش نعم. عندهم وزن، فالاسلام جاء واعطى هذا الوزن عندما يقول الخاله بمنزله الام وعندما يجي واحد يقول نحب نتوب واذنبت. اعم نحب نعمل صالح يقولوا بر امك يقولوا امي ميت يقولوا بر خالتك في وقت لم تق... هذه امور لم تكن يعني معتاده عليه اسماع القريش والجزيره العربيه نعم وغيرهم نعم وغيره حتى في العالم يمكننا. ايضا دكتور في ذلك نعم العهد نعم كنا في هذا الامر موجود احنا تو نحكيه على بدايه القرن السابع ميلادي 600 و... و10 620 ميلادي تخيلوا العالم كيفاش كان وشنيه ما كانت المراه معناها في الحضارات الكل وجاء الاسلام معناها بقفزه للمراه ولحقوقها ولمساواتها مع الرجل ولي 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 يمكن تتجاوز حتى او مؤكد انها تتجاوز حتى النظم الاجتماعيه التي تدعي الرقي وتدعي التقدم الآن هكا ولا يا دكتور؟ نعم لكن هناك شبهات يعني تلصق بالإسلام خلينا نوضحوها شبهة هذه مسألة الميراث نعم وضحناها في أول الحلقة مثال يعني على مثال نعم. شبهة زاد كذلك الدية وشهادة وغيرها من الأمور التي يعني يلصقونها بأن الإسلام يعني استنقص فيها المرأة بالعكس أو شيء بالعكس. أو تولي المناصب أو شيء هذا الإسلام يعني لم يرى ما مانعا فيها والحديث الذي ورد في مسألة الدية يعني كون دية المرأة نصف دية الرجل هذه يعني حديث يعني يعني لم لا تقوم بحجة حجة بضعف ما حديث ضعيف لم لم يعمل به وليس يعني له سند وليس له يعني حتى سلسلة نعم. مقطوعة نعم. ودليل على ذلك كون آه في كفارة القتل خطأ يعني كون صيام شهرين متتابعين ولا في ومن يقتل مؤمنا متعمدا او يعني كفره قتل خطا هذه كلها كيف كيف نفس الدية يعني كيف من اللي 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 النوق يعني تعطى الى نعم. الى اسره القتيله سواء كانت يعني قتل خطا او قتل يعني عمد. فهذا الدية يعني في القتل خطأ يعني وقتل أيه. عمد في القصاص زاد نعم. كيف كيف اذا كان قتل المراه مش نقول مثال كيف, كيف كيف, 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 كيف. ما المراه ما في الحقوق والواجبات متساويه المراه والرجل في الاسلام نعم دكتور في فماش حتى فرق. فرق والواجبات نعم. لان الاسلام لا يميز بين هذا نعم. وذاك نعم. كذلك في الشهادات فهذه شهادتي المرأة وردت في آية المداينة نعم. يعني فرجل ومرأتان يعني الرجل هذا وزوز النساء لأن في ذلك الزمان لم تكن المرأة معنية بأمور بالامور المكاتبات نعم. بالتعاملات الماليه والاقتصاديه والاجتماعيه هذا هو فهذا يعني قال اذا كان ما لقيش رجال رجل ومرأتان ان تظل احداهما فتذكر احداهما الاخرى نعم. فهذا من باب لان المرأة لان ذاكرتها ما تكون الانسان تكون قويه في الاشياء المهتم به نعم. إذا كان الإنسان مشغول بالاقتصاد مش ولا لا اللي يفهم فيها. نعم، وهذاك علاش في ال... عندما ي... في مسائل الرضاع أيه. أو في مسائل كذا يحتكم إلى النساء. نعم. لأن هي تذكر يقول هذاك رو... مش يتزوجها، صحيح. يقول لا. صحيح. راني رضعت جدا كلامك هذا في في, في مسائل معينة اقتصادية نعم. ومالية، في ذلك الوقت يعني القرن السابع ميلادي. تعرفوا الاوضاع اذا كان نزيدوا تدرسوا تبحثوا جاءت الايه هذه في ظرفيه معينه وتطبق على نمط اجتماعي معين. تطبق على من جانب المعاملات نعم. لكن حتى نعم. في حتى في الجنايات او في شيء هل تسقط شهاده المراه في, لا. في المجتمعات اللي تكون فيها النساء؟ لا لا مش عارف انا في حمام تاع نساء. وكي يجي مراه او شيء باش يقول لا انت شهادتك نصف الشهاده. لا خاطر هي, خطر هي شاهد على على الحادثة. او نعم. في امور نتاع متعلقة ب ب بالنسوة في مجالات خاصة ب ب بالنساء. نعم. فهذه لا يعقل يعني وخاصة كما قلنا في في الرضاع وفي الحمل وفي الوضع وفي كذا هذه امور كانت النسوة فقط يباشرنها صحيح. فهذا يعني في مسألة الشهادة وفي مسألة يعني الـ الـ المناصب والقيادات في تولي هذا الامور نعم يعني وهذا حتى في الامام الطبري والامام ابن حزم لا يرى يعني فيها مانع يعني نعم. لان هناك مذاهب يعني لا تجيز ذلك في القضاء او شيء وتقول تقول المراه تتولى الا قضاء الاسره والامور هذه وهناك مذاهب اخرى اللي كما قلت مذهب الامام الطبري والامام بن حزم وغيرهم يرون انه بجواز والامام ابو حنيفه النعمان نعم. لان بعض الاخوان يسألوني قالوا بالله يراني في كتبان الصداق نتاع جبت امراه نعم. عاد الاشهاد تكتب لي في الصداق نتاعي بعض الاخوه قالوا الاصداق باطل قلنا لا هذا جائز الإمام ابو حنيفه النعمان يقول المراه تزوج نفسها وتزوج غيرها فهي يعني لها هذه نعم، الولايه نعم، نعم. ويعني هذا من في الفقه الحنفي موجود والدليل كان في مصر احدثت خطه ماذونه, مأذونة. شرعيه نعم، نعم. يعني هذه كانت الخطه هذه احدثت واجازها الازهر الشريف مثل انت فتحت باب الدلائل الشرعيه التي تدل على المساواه حتى في المسائل الخلافيه على غرار تولي الامر وعلى غرار الانتصاب أيه. للاشهاد وللقضاء والغير فما العديد من آيات في القرآن الكريم. ونعرف حتى أفراد النساء بصورة يعني كاملة. فما العديد من الآيات التي يقترن فيها ذكر الرجل بالمرأة في الحقوق وفي الواجبات كما اسلفنا مين. تقديم في اول البرنامج ما نعم. كان لها والله ايات يعني التي تتحدث عن من عمل عملا صالحا من ذكر, ذكر وانثى نعم يعني رب سبحانه وتعالى لم يسوي من يفرق بين ذكر نعم. والانثى نعم. كذلك تحدث عن علاقه النساء بالرجال نعم. مثلا في حديث سيدنا موسى مع الفتاتين من بني اسرائيل الصالحين الصالحتين, الصالحتين. فهذا كان حديثا فجاءت احداهما تمشي على استحياء فيجوز في نعم. للمراه تتحادث مع الرجل وتتعامل معه نعم. شريطه ان تلتزم تلتف... الحياء نعم تلتزم الحياة. كذلك في مواقع اخرى عندما تحدث على سيدنا زكريا والسيده مريم نعم. كلما دخل عليها زكريا المحراب، افرد السيدة و... مريم بصوره, بصورة شهيره نعم, نعم. وجد عندها رزقا قال يا مريم ان لك هذا؟ قالت هو من عند من عند الله ان الله يرزق مَا يشاء بغير حساب، فهذا يعني دليل هنا المراه تتحاور مع رجل سوره المجادله زادت بل تتجادل مع رسول نعم الله صلى الله عليه نعم وسلم نعم ما في احدى النساء حفظت سوره قاف نعم والقران المجيد من الرسول صلى الله عليه وسلم لانه من طول ما سمعت عنه في المنبر هذا نعم هذا دليل كانت تحضر اسبوعيا مواظبه على صلاه الجمعه، المراه التي جادلت سيدنا عمر بن الخطاب نعم يعني في في تحديد المهور أي. وقت سيدنا عمر الخطاب خطب وقال سوف احدد نسبه المهور بكذا كذا. المهور غلات نعم. ياسر في المجتمع نعم. في ذلك الوقت فسيدنا عمر نعم. بصفته رئيس الدوله نعم, نعم. نعم. فالمرأه يعني قالت يعطينا أيوة الله ويحرمنا عمر نعم وانا اتيتم قنطارا يعني ولو ناخذ أنا ذهب معناها نعم. ما يعطيني مهر بما شاء بما طلب هذا من حق المرأه نعم. فقال يعني اخطأ عمر واصابت, وأصابت المرأه المرأه وقال يعني مقولته كل الناس افقه من عمر نعم يعني هكذا شوف حتى النساء حتى النساء نعم. ما فماش حتى النساء هو سا... نساء ولا <applause> رجال كيف كيف هو علاش لان كانت الفكره وقتها ام سلمه نعم يعني كانت تنتشط ومعها ماشطتها وكذا وتتهيئ فيعني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا ايها الناس ينادي يعني نعم. يعني احيانا ينادى بيا ايها الناس ينادي او في القران موجوده برشا نعم هذاك كان ادتني نداء واداء خطاب فينادي ينادي او يقولون الصلاه جامعه او ليجمعون الناس يعني نعم. استدعاء دعوه يعني مم. دعوه ف الناس عاد قلت لو يعني اعطيني خماري وسوف اذهب فقالت لا الجاريه نتاع خدمه قالت لا انه يقول ايها أيوه الناس فهم ضيق معناه قلت لها وأنا من الناس من الناس. يعني... لم يقل أيها الرجال ولا أيها النساء الرسول <applause> صلى الله عليه وسلم كان <تصفيق> يدعو <تصفيق> الناس جميعا طبعاً. المجتمع خطاب عام نعم. للمرأة والرجل في عهد الإسلام هذا هذا الأول نعم وهذا دليل كون الناس والد. في الجاهليه لم يعتبروا المرأة من الناس صحيح. أصلا صحيح. والدليل كون قلت لها إيش دخلك أنت هذا يقول يا أيها الناس نعم. قالت لا هذا أمر يشملني تشارك المرأة في هذا الأمر نعم. وخرجت وحضرت الأمر آه هذه مسألة كذلك عديدة هي الأمور التي ربما تحضرني الآن فقالت يعني هذه أيها الناس وخرجت وباشرت الامر نعم. قلت المراه التي يعني جادلت سيدنا عمر بن الخطاب هذه كانت كذلك سيدنا عمر الخطاب وولى الحسبه للشفاء نعم. يعني الشفاء هذه الحسبة كانت الحسبه هي خطه اداريه ونجم نقول حتى سياسيه خطة كان يعني توضح يعني حالنا دكتور يعني الحسبه عباره مراقب في الاسواق محاسب محاسب. محاسب مراقب مراقب اسعار ولا مراقب اسواق متفقد عام نقولوا احنا نعم. لل... عباره يعني م... مش كان على الاسواق فقط نعم. يجوب يعني السوق هو المكان العام نعم. يعني يجوب هو ينهي عن المنكر ويأمر بالمعروف نعم. يعني كانت يعني معناها وظيفه من وظائف الدوله هاي. العليا في ذلك نعم. الوقت ولاها للمرأة سيدنا المرأة عمر للمرأة شفاء نعم. العدويه كان نعم. اسمها وهذه وظيفه لا لا يعني تشترط يعني من الصلابه ومن القوه صحيح. ما, ما, ما تشترطه ما يعادل وزاره تقريبا تو دكتور هي المهم هي المرأه هذه قامت بواجبها لأن نعم. كانت أليق لأن هناك النساء كما يقول المتنبي ولو كان النساء كمثل هذه او, أو كما فقدنا نعم. لفضلت النساء على على الرجال رجالي. وما التانيث والاسم الشمسي عيب ولا التذكير فخر للهلال نعم. فيعني مش كل كيف كيف, كيف مش رجال كل كيف كيف صحيح. فالمساله يعني ليست بجنس او شيء وانما المساله بما لديها من طاقات ولا ومن كفاءة. من كفاءه بارك الله فيك لان الكفاءه نعم. لا الكفاءه ما هيش مربوطه بالسن او مربوطه بالجنس او باللون او بالعنصر نعم. او بالقبيله او بالنسب او بالحسب نعم. يعني لا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه صحيح. فهذه يعني دليل على ماذا؟ ورح. دليل كون المراه لها من مؤهلات ما تتولى هذه المناصب تتولى من القضاء وتتولى هذه المناصب التي كان البعض يعتقد أنها حكرة على وك الرجال. وإن كان الأصل. كون هذه الغالب والاغلب والاعم له أه له حكم الكل، مم. الاغلب كون المراه لماذا؟ لان فيها جانب كبير من العاطفه، نعم. والله سبحانه وتعالى زرع فيها هذه العاطفه لترعى ذلك الجنين، وذلك الرضيع، وذلك الطفل وتعده، لذلك كان الفقهاء يعني يرون ان المراه ليست هي الاقرب لتولي مثل هذه المناصب، نعم. فيعني يقولون انها حتى من بين الشروط الذين يضعونها في الرياسه العليا يعني الخلافه، نعم. كانوا يقولون ان هذه شرط يعني لا يتحقق الا للرجال فقط نعم هذا هو دكتور العديد من الامثله والشواهد والادله والعديد من الايات ومن الوقائع ومن سيره الرسول العاطره عليه الصلاه والسلام ومن احاديث نبوية الشريفه التي تؤكد القفزه العظيمه آه على مستوى آه اجتماعي وعلى مستوى آه تشريعي وعلى مستوى حتى عسكري وسياسي التي آه نقل بها الإسلام حال المرأة من حال الاستعباد وأنها تورث كالمتاع إلى أن أصبحت مساوية للرجل في الحقوق والواجبات وفاعلة في المجتمع في آه الثلث الأول من القرن السابع الميلادي ديما نحط الإطار في سياقه شوفوا الإسلام قدش كان يعني آه يبشر بحضارة متقدمة وحضارة حضارة راقية وحضارة مزدهرة على المستوى الإنساني والاجتماعي وحتى على المستوى التنظيمي والمستوى التشريعي سبق في كل الحضارات وكل الأمم بأحقاب وقرون باش نختم دكتور شنو نجم نقولوا على حقوق المرأة في الإسلام وما أفردها به من تكريم حقوق المراه في الاسلام هي حقوق الرجل نعم. ليس هناك فرق بين المراه والرجل لا في الحقوق ولا في الواجبات إلا, الا الاستثناءات نعم. الخاصه خاصة. يعني عندما يعني يضع على الحامل والمرضع آه الصوم وعلى المسافر شطر الصلاه نعم. يعني فهذه يعني على او على الحائط او شيء فهذه امور خاصه آه بي بي بالمرأه نعم. فقط ويعني آه مراعاه لها من باب التكريم من باب نعم. التكريم من باب نعم. التخفيف آه عليها كذلك عندما يعني يجعل النفقه القوامه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعض مع هذا بعض واجب على الرجال من, من اموالهم مش تكريف. فهذا يعني تكليف, تكليف. وليس تشريف واضح. فالمراه لم يطالبها الاسلام بالعمل نعم. اباح لها العمل ولكن اذا قالت زوج انا لا اريد ان اعمل لا, لا يقول لها زوجها اخرجي وزاحمي الرجال لا. ويعني بمناكبك من كيف باب التكريم العمل. ايضا. من باب التكريم يعني لا. فهذا يعني وقرنا في بيوتكن فهذا يعني الاصل ان لا يرغمها الزوج الا اذا ارادت ان تعمل لا. واذا كان عملت يعني ليست مطالبه بالنفقه الا بمكارم الاخلاق فالقوامه هنا هي كون الرجل واجب له ان يكرم المراه لا. وان يعمل ويعني وان يعاملها كالملكه في بيتها نعم يعني أن, أن, ان تستريح وان تحمد ورح. وهكذا هذا لا. كلها من بين الامور التي يعني يصطاد فيها العكر بعض المشككين في مساله القوامه في مساله الشهاده في مساله تولي الرئاسه في, معظم عم في مساله الدكتور كي ما يعرفوش التاريخ وما يعرفوش, لا يعرفوش الاسلام لا يعرفون ذلك وحتى في في الميراث لا يعرفون ذلك يعرفون هذا نعم. علم كبير يعني علم كبير ما الذي يستطيع ان ان يخوض في في بحره نعم. علم الفرائض هذا اول علم يرفع منا نعم. فهذا المسائل كلها يعني مفصوله في القران الكريم وفي السنه وفي كل الكتب يعني العلماء مبسوطه وواضحه نعم. وتشكي هذه يعني لن تلال من قيمه المراه في الاسلام المراه التي تحدث عنها القران المراه التي تحدث عنها رموز سيده مريم ملكه سبأ نعم. غيرهم وفي العهد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كثيرات السيده عائشه التي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم, يعني وسلم خذوا عنها شطر دينكم ويعني نسيب بنت كعب الانصاريه كذلك ام سلمة نعم. وغيرهم ثم والعديد من الاسماء احنا كنرجعوا كن يعني حتى ل لل... ام سلمة و... والسيده عائشه في غزوه احد يعني كانت مشمرتين وكانت يعني يسعفنا والدور أي... أي... ايضا لعبته السيده اسماء بنت ابي بكر ذات النطاقين في وعديد الهجره الأسماء. نعم ما يصيرش كان على السيدة نعم. اسماء بنت ابي بكر نعم على السيدة عائشة يعني تحدثوا على شابات نعم لان البعض كيف تقول لك لا المرأة يعني كبيرة مرأة كبيرة, يعني, كبيرة يعني قواعد مش, مش لا ما دور المرأة الكبيرة في الحرب نعم مش, مش تعمل في الحرب نعم. بس تنجم تسعى في المرضى لا. وتنقل الجرحى للمدينة او شيء لا هذه ولا مش تطلع على الجبل 2000 آه قدم يعني سيده نعم. اسماء هذا مش ما مساله سهله نعم. هذا دور المراه يعني في شبابها وفي قوتها وكذا حتى كنا في ساهم. النضال من اجل اعلاء حتى, من أعلى حتى س... ما, ما ي... نراه الان ما, ما نراه الان مثلا نعم. في مساجدنا ليس لم يكن موجودا في عهد النبوة مثلا في المسجد النبوي لم يكن موجود يعني مثلا حائل نعم. او جدار ما بين السوء بين الرجال لا كانوا يساووا كان... الرجال مع بعضهم. نعم كما نرى في الحج، اصدق نعم. دليل على المساواة هو, ال... نعم. هو الحج مع بعضهم. نعم. ثم نعم. بعد ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها وخير صفوف النساء اخرها، لماذا؟ لأن الرجال يعني لم يكونوا يعرفون السراويل في ذلك العصر. نعم نعم. متعلقة ب حتى لا يعني نعم. شكون شيء في ذلك العصر فقال النساء ثم عندما كثر عدد النساء يعني آه... قال يعني خصوهم بباب، نعم. باب النساء حتى يدخلوا منه النساء باش ما يبقوش يتزاحموا مع الرجال، مش معنى هذا مثلا الآن يعني في بعض الجامعات أو في بعض كذا بعض البلاد يعني الاستاذ عندما يحاضر يحاضر في مدارج فارغه نعم. البنات يعني الطالبات يسمعوه بالميكرو فقط بالمصدح مهم. ما لا يراهم ولا ولا يرونه وهذا حتى بالدغجين مش سليمه نعم يعني يقول لا هل كانت موجود هذه الجدران لا. حتى في الجوامع الان لا, لا. ما. لا. يعني لان التعبير يتحقق بالإيماءات وبالنظر وبغيره مثل هذه الامور واضح. فالمرأه لم تكن يعني هذا النسيج وهذا الحاجز وهذا الجدار الوهمي الذي نسجه المسلمون ولم ينسجه الاسلام واضح. فهذا يعني غد هنا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلى صلى. كانت النسوة يعني يمشوا لصلاة الفجر، يعني نعرفهم بمروطهن، يعني كانوا نعم. يخرجوا في الفجر ويقول لا تمنع تمنع إماء الله مساجد الله، نعم. يعني ما تمنعهاش من الذهاب إلى المسجد أو يعني في الخطبة أو في غيرها من الأمور التي أباح لها الإسلام المشاركة وتسمع وتحضر في دينها بل وتجادل بل يعني تخطئ عمر بن الخطاب وهو على منبره وتخطئه ما امراه, أمرأة. نعم. يعني ثم دليل على المواظبه قلت لك احدى الصحابيات حفظت سوره قاف والقران المجيد حفظتها تماما واضح. من كثر ما سمعتها من الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. على المنبر فالمراه الان يعني ليس هناك مجال للتشكيك في إكرام الاسلام للمراه واعطائها المنزل التي تستحق نعم. نعم. وانما حذاري من الوافد الدخيل الذي يقدم المراه كشهوه ويقدم المراه كسلعه ويقدم المراه كاستهلاك فهذا كله بعيد عن التشريع نعم, نعم. ال... فالاسلام لم يقل ياتي بمنع الاختلاط وانما جاء بوضع ضوابط الاختلاط، نعم لم يمنع الاسلام العمل وانما وضع ضوابط للعمل، لم يمنع الاسلام مشاركه المراه وانما وضع ضوابط لمشاركه المراه. لئلا يطمع الذي آه، في قلبه مرض نعم. هكا الذي في قلبه مرض نعم في قلب... وما،, وما اكثرهم يا دكتور نعم في مجتمعاتنا للاسف معناها الاصل لأن, لان المراه هي أن يكون فيها التعفف نعم. ويكون فيها الحياه والحشمه والاحتشام لان المراه اذا اقتربت من رجل شبرا نعم. اقترب منها ذراعا. وباش بمساله مهمه جدا وهامه و ربما ما عرضنيش دكتورك أسبق لي اني طرقتها طرقت لها عفوا و يعني تناولته كمثال كما قلت لك في بعض الحلقات بعض او او الروايات قالوا في بيعه ال... انا هي اللي فيها اكثر عدد بيع العقب, العقب ولا العقبه العقب ولا ثم تقدمت النساء فبايعت يعني الان صلى الله عليه وسلم هذا صحيح. صحيح يعني حتى الحقوق السياسيه لو حتى حق الانتخاب لا, لا. كون يم... تزنين نعم ولا تقتلن اولادكن نعم. 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 وغير هذا نعم. كله يعني يعني الحقوق الاجتماعيه وحتى السياسيه والتشريعيه مكفوله للمراه وقت اعطت الدول اللي تدعي تقدم والرقي والحضاره حق الانتخاب تو في القرن الماضي هذا دليل على عظمه الاسلام وتقدمه ورقيه قبل جميع الحضارات والامم الاسلام جعل المراه في مكانه نعم. مثل ما قال احمد شوقي صداح يا ملك الكناري ويا امير البلبل حرصي عليك هون ومن يحب جميلا يبخلي لو طرت عن كنفي وقعت على النسور الجميل. جهلي هذا هو الاسلام جعل الـ 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 الزوج ينفق على زوجته والاب ينفق على ابنته والاخوال والاخوه والعم كلهم يسهرون على ماذا على رعايه المراه وتكريمها رعاية فقط هي تشير تقول جيبوا لك الحاجه وانا اريد لك الحاجه كما قلنا كالملكه وب... لكن في الإسلام. المجتمعات اللي تحدثت عليها استاذ زياد المجتمعات الغربيه وشيء لا يوجد هذا نعم. المراه لذلك خرجت الى العمل وعملت اعمال يعني شديده وكذا نعم. نعم. لانها لا تجد هذه الاحاطه الاجتماعيه بل تموت المراه وضح. يعني وهي كبيره وهي عجوز تموت في ناطحات السحاب، تموت يعني في شقه لانها لم تجد يعني من يقدم لها كوب ماء. والصوره أسوأ من, من ذلك ربما نختم بها دكتور، كما قلت انت المراه هي شيء وهي سلعه وهي مثيره وهي يعني فتنه وهي اللي تحب انت والمظاهر السلبيه التعيسه، سامحوني في العباره اللي نعرفوها الكل على الحضاره الغربيه وكيف استنقصت من قدر المراه وهي ماشي بالها ذاك تحرر ومشي بالها كذا وكذا وكذا، عبارات لا تسع المجال لايرادها. في هذا السياق الجميل اللطيف اللي بوى الإسلام المرأة مكانة الملكة وكرمها ايما تكريم وظهر لك كي تراجعوا الحلقه تكتشفوا انه مازال عندنا ما في في الموضوع ما يؤثث عديد الحلقات شكرا بارك دكتور لك دكتور على على الاضافات القيمه شكرا لكم على حسن المتابعه والانتباه للتفاعل مع موضوع هذه الحلقه للاقتراح للاسئله للاستفسار عنواننا الإلكتروني الموضوع على اسأل اتونيزيا تيفي نقطة تي ان مرة أخرى عسى أن يظهر على الشاشة اسأل اتونيزيا تيفي نقطة تي ان. ننتظر رسائلكم الإلكترونية في انتظار الحلقة المقبلة بإذن الله ربي يحيينا ويحييكم بخير إن شاء الله نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.